بليدي هي الجزائر. Cette manifestation de joie, personne ne l'attendait. Il est vrai que le comportement des Égyptiens avec notre équipe nationale qui s'est faite agresser à son hôtel, dont le bus a été caillassé, a provoqué un déclic chez le public. Pour eux, eh bien, leur équipe a été victime d'une machination, leur équipe a été frappée, a été maltraitée. Et là, il y a eu une union sacrée autour de l'équipe nationale. Il fallait à tout prix revenir avec la qualification pour le mondial. Alors, il y a eu cette défaite du Caire. Et puis ce match d'appui, il est vrai qu'il y avait beaucoup d'angoisse avant ce match d'appui. Le président de la République avait pris la décision de faire transporter 10 000 supporters. Ils étaient là, ils avaient mis une ambiance tout à fait particulière à Khartoum et puis à Alger également. Les gens pendant 4 jours n'ont pas travaillé. Seul sujet de discussion, ce match Algérie-Égypte. Au coup de sifflet final, la qualification obtenue, c'était la délivrance. C'était comme s'ils devenaient plus légers sur un nuage. Et là, spontanément, dans toutes les villes d'Algérie, les Algériens sont sortis. Le paroxysme, bien évidemment, ou le point culminant de cette manifestation, c'était le jour de l'arrivée de l'équipe nationale algérienne. Zinedine Zidane l'a dit, en regardant ces images, j'avais l'impression qu'on était en 1998. C'était comme le jour où j'avais gagné la Coupe du Monde. Et bien ici, à Alger, on avait cette impression. L'Algérie, elle avait gagné sa Coupe du Monde. Et là, il y a une déferlante humaine du jamais vu depuis 1962, même plus que la fête de l'indépendance. C'est ce que disent les anciens, les vieux qui ont assisté aux manifestations de joie à l'indépendance. Eh bien, ça a été unique. Il y avait des vieux, des vieilles, des jeunes filles, des bébés. Ils étaient dans la rue. Il n'y a eu aucun incident. C'est pour vous dire qu'on voulait faire la fête et puis justement mettre en place un accueil royal, le tapis rouge pour les Verts qui l'ont bien mérité. تأهل إذن المنتخب الجزائري إلى مونديال 2010 أشعل فرح الجماهير الجزائرية كما شفنا دابا والمغاربية سواء بالداخل أو في بلدان المهجر. ففي الجزائر لم تنتهي الأفراح لأن ربما الاحتفال على قدر الإنجاز. نفس الأمر في الدول الأوروبية خصوصا في فرنسا. أفراح واحتفالات الشارع الجزائري والمغاربي في تقرير الزميل نوفل العواملة. تزينت الجزائر وازدانت بإنجاز الخضر. امتلأت الشوارع والمقاهي عن آخرها بالجماهير العاشقة لكرة القدم ولرفاق يحيى وزياني. انتظروا بشوق التأهل للمونديال بعد طول غياب، فكان من حقهم الاحتفال بنشوة الانتصار والتغني بأبناء سعدان. ولكن ولأن كرة القدم توحد الشعوب وتلغي الحدود، كانت المغرب على الموعد وكأن منتخبها من يواجه أحفاد الفراعنة. في المقاهي الكل احتشد لمؤازرة المنتخب الجزائري. شيب وشباب شاركوا أشقائهم التشويق والإثارة التي رافقت موقعة الخرطوم. القلوب تنبض والأعين على الشباك المصرية في انتظار أن تهتز بهدف جزائري يضمن عبور الخضر للمونديال الإفريقي. اليوم تكلم التاريخ ونطقت الجغرافيا، فثبت أن ما يجمع الشعب المغربي والجزائري أكثر بكثير مما يفرقهم. لذا الكل هتف باسم الخضر وحياهم على أداء مشرف ضمن لمنطقة المغرب العربي ممثلا قويا في المونديال. كنهنيو الشعب الجزائري والشعب العربي على هذا الفوز هذا، وكيتمنوا لكاس العالم وكيشرفوا الكره العربيه، وهذا الفرق كيرجع للاطار الوطني اللي ضحى ووصل اللعابه ديالو. الشعب خوت كنتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم الربح ان شاء الله. التوفيق الجزائر، فيفا الجيري. الفرحة بتأهل الخضر لم تقتصر على المغرب والجزائر فقط، بل وصلت إلى القارة العجوز، إلى أوروبا. في فرنسا تزينت شوارع باريس ومرسيليا بالأعلام الجزائرية. الجزائريون والمغاربيون هناك صرخوا بأعلى صوت تحيا الجزائر. هي ليلة فرح جزائرية في أرض فرنسية سيذكرها التاريخ طويلا، فالمشاعر الصادقة أثبتت بأن الوطن في القلب مهما بعدت المسافات، وبأن أجيال المهاجرين ينتظرون الفرصة لكي يثبتوا تعلقهم الأبدي بأوطانهم.
نحن جد سعداء بفوز الجزائر. نشكر اللاعبين لأنهم قاموا بعمل جيد جدا فوق أرض الملعب. فلتحيا الجزائر. فزنا بهدف لصفر. لم أتمكن من متابعة المباراة. فلتحيا الجزائر ويحيا المغرب وتونس. فليحيا المغرب العربي. الأجواء رائعة جدا. كلنا سعداء بهذا الفوز. أنا مغربية وصديقتي الجزائرية. أحب الجزائر كما أحب المغرب. إن شاء الله إن شاء الله الجزائر غنغانيين. من حق الجزائر أن ترقص وتغني لأيام وشهور، فهي من خلقت المفاجأة وأعادت هيبة الكرة الجزائرية من جديد. ولما لا تكتمل الفرحة بلقب إفريقي في أنغولا وإنجازات خالدة في جنوب إفريقيا. إذن خالد معنا صانع هذا الإنجاز، مدرب يعني اسم على مسمى، رابح سعدان. نعم رابح وسعدان، ربح رهان التأهل وأسعد الجماهير الجزائرية بقيادة منتخب الخضر للتأهل إلى أول مونديال سيقام على القارة السمراء بجنوب إفريقيا، وهي المرة الثالثة اللي كما قلنا كيقود فيها سعدان النخبة الجزائرية إلى المونديال بعد كأس العالم 82 بإسبانيا، حيث كان ضمن الطاقم الفني للمنتخب، ثم كان مدربا للمنتخب عام 86 بالمكسيك، وها هو يعود للمونديال من جديد. نستمع لرابح سعدان متحدثا عن هذا الإنجاز. أول مرة أنا أشارك في مقابلة في مصر في المستوى العالي مثل هذا، وما كنش ننتظر يعني بالأشياء غير رياضية تكون في مثل هذه باش تأثر على الخصم باش هما يربحوا. ما كنش يعني نفكر في هذا الشيء، ما كنش ننتظر الأمور هذه، ولكن لما عشناها يعني تأثر كثير، أثرت علينا أنينا كثير إحنا المسؤولين واللاعبين، خاصة لأن صارت فيها 2 إصابات يعني قوية على اللاعبين، وخاصة الإصابات النفسية اللي كانت عندنا الشباب كثير اللي عمرهم ما عاشوا هذه الظروف اللي عايشين في أوروبا. أكيد التخوف دخل الفريق، وكما حمتناش بعدين خاصة بمشاركة الحاج محمد راوراوا، ما حمتناش الفيفا يعني أكيد باللي كنا نخسر المباراة بعدد أهداف كثيرة. حسب المطاف نتاعي في الكره بصفه عامه، هذه عشنا اكثر من الاستقلال، لان خاصه زاد خلق نظن هذه المصريين يعني داروا حاجه ممتازه، لان ساعدونا باش كان تضامن الشعب يعني رجع يحب بعضه بعض. انا ارتفعوا المعنويات كثيرا لما حسيت وسمعت باللي الاخوان خاصه في المغرب، لان عشت انا تقريبا 10 سنوات في المغرب ونعتبرها كبلدي ثانيه، يعني كنت مبسوط كثير وتشجعت كثير في هذا التشجيع ونشكرهم كثير. كذلك الإخوان التونسيين والإخوان الليبيين، ونتمنى إن شاء الله نزيدوا نصفيوا القلوب بعضنا بعض ونزيدوا نحسنوا العلاقات الطيبة ما بين الشعوب. قبل توديعكم بغينا نشوفوا هذه الصور الجميلة من الشوارع الجزائرية والشوارع بعض الدول المغاربية والأوروبية بعد هذه الملحمة اللي كتبها رابح سعدان ووليداته، وهذه مظاهر الفرحة الجزائرية اللي الأكيد غادي تستمر أسابيع بل ولأشهر عديدة. نشاهد